أخبار اليوم. العمل هو للكاتب الكبير الدكتور هاشم السيد، كاتب القصة وطارح الفكرة الدرامية ضمن سلسلة الأعمال الدرامية التاريخية اللي عمل عليها، كان سقوط الخلافة وخيبر، وأخذنا منه الآن السلطان والشاه، وكتب الحوار الكاتب عباس الحربي، وكما ملاحظ يشترك في هذا العمل كوكبة من نجوم الوطن العربي من مصر ومن الأردن ومن لبنان ومن العراق، واجتمعوا مع بعض ليكونوا هذا المكون للدولة العثمانية، للدولة الصفوية وللدولة العربية. بالتأكيد العمل يناقش ما حصل عام 1520 من أن هذه الصراعات كان المتضرر الكبير هم العرب، وما أشبه اليوم بالبارحة تبتدئ الصراعات بين الدول بين الجيران، وبالنتيجة النهائية نحن العرب الذين ندفع الثمن دائما. عمل ماخذ ثلاث محاور، محور العثمانيين ومحور الصفويين يعني الفرس في وقتها 516، ومحور العرب وما سقط عليهم من حيث من الاختلاف بين هاي الامبراطوريات الكبيرة. والعمل يناقش موضوع سلمي نحتاجه هذه الأيام، لأنه تعرف كثير من الناس صاروا يرجعون للرجع البعيد في إعادة النعرات الطائفية اللي ولى عليها الدهر، وأعطوا العرب والمسلمين ضحايا كثير إلها، فتنعاد الكرة ويرجع نفس دلو الدماء للأسف، بأن يقدم الفرد العربي والمسلم بشكل عام الضحايا من خلال الفرقة الدينية ومن خلال الطائفية ومن خلال ما تبث من سموم الأيادي الخبيثة اللي تريد للعرب التفرقة وتريد للأمة الإسلامية أيضا الفرقة. احنا في هذا العمل هو جرس، شفنا أنه مو بس الساسة أو المعممين في المساجد عليهم أن يرشدون الناس باتجاه قيم الخير والجمال والمحبة، لكن على الفنان والمثقف بالدرجة الأساس أنه يشير إلى هذا المنطق. فمسكنا على أقلامنا وأوراقنا وقدرات فنانين الكبار اللي مشتركين في هذا العمل، مثل الأستاذ الكبير سامر المصري في دور السلطان في دور السلطان العثماني، والأستاذ محمد رياض بدور الشاه الصفوي، وأبو ريا وأحمد ماهر وممثلين كبار مشتركين في هذا العمل. إن شاء الله توصل الرسالة للناس ويعجبهم، خصوصا أنه أول عمل إلي على مستوى عربي كبير أقدمه في مصر، لأن هي مصر أم المبدعين وأم الفنانين، ونتمنى للجميع الخير ويشوفون عمل طيب في رمضان. مسلسل تاريخي يتحدث عن فترة مهمة في تاريخ الإنسانية، يعني أسميها، لأنه موضوع مهم، هو ماخذ الصراع اللي حاصل بين أطراف يعني معينة، وفي إسقاطات على الوضع الحالي. طبعا أكيد ما قيمة أن يعني نعمق صراع وبالتالي الإنسانية هي التي تخسر. في أكثر من خط العمل، أنا أمثل في الخط العربي شخصيتي سالم ابن الأمير مزعل، اللي أيضا يطلع لحرب أو لغزو يتعرضون القرية مالته، فيتيه يعني عن قبيلته ويتنكر في زي العدو مالته اللي هو هذا الزي بالجيش، ويقع في غرام أحدى الفتيات اللي هم يعني على عدا، وبعدين يعني هو أيضا بفكرة إنسانية أنه الحب، من خلال التسامح ممكن إحنا
يعني ان نعيش بسلام وكذا. في بعد ان حب هذه الفتاه يوضح لها حقيقته، ف يعني شخصيه مهمه والعمل ايضا مهم، واتمنى ان ياخذ يعني حظه بالمتابعه قياسا الى ما وفر إلى من انتاج ومن ديكور ومن ازياء ومن نجوم كبار مصريين وسوريين. هنا في الكواليس منورنا، شايفين قد ايه كل الناس صحاب والجو كويس، وكلنا سواء المصريين او السوريين او الاخوه من العراق، كل الفنانين كلهم اخواتنا واصحابنا وضيوفنا وعلى راسنا، والجو العام كويس قوي الحمد لله، والشغل اعتقد انه هيكون يعني هنكون موفقين فيه ان شاء الله. قالوا لي في الكواليس العمل ان انتوا عملتوا وحده فنيه اقوى من الوحده في السياسه. يا ريت يا ريت اللي بيحصل هنا يبقى زي اللي يعني ينعكس على اللي بيحصل في السياسة، يكون زي اللي بيحصل في اللوكيشن عندنا هنا. كلمنا بقى عن دورك. أنا بقى بشخصية أنا أعتبرها شخصية جديدة عليا، أنا اخترتها الحقيقة لأن أنا قلت يعني أغير شوية اللون اللي الناس يعني تعودت عليا فيه، اللي هو الشخصيات اللي ليها أمجاد اللي ليها تاريخ، الشخصيات اللي ليها صاحبة المبادئ وصاحبة المسل والقيم الأخلاقية العالية. فهنا الشخصية مختلفة شوية، يعني حد شوية شرير شوية تقدر تقول، يعني متآمر شوية، نرجسي زيادة، عنده إحساس متضخم بالذات، يعني جو مختلف شوية بالنسبة لي. بعمل الشاه إسماعيل الصفوي، وهي شخصية مهمة جدا في التاريخ. المسلسل بيتكلم في أحداث 1520، في الفترة دي يعني كان الصراع العثماني الإيراني، وهو المسلسل كان على الصراع السياسي وصراع السيطرة والنفوذ في المنطقة في هذه الفترة، وتأثير هذا على المناطق العربية المحيطة بالدولتين. شخصية مهمة جدا، شخصية أنا حبيتها جدا وسعيد بها، اشتغلنا كتير عليها قبل التصوير وأثناء التصوير الحمد لله. سعيد جدا أن أنا بشتغل مع الأستاذ محمد عزية المخرج الكبير، سعيد نشغل مع الدكتور محسن العلي المنتج الفنان المسرحي المخرج، هو مؤسسة فنية كاملة. سعيد بشغلي كله مع كل زمايلنا من الدول العربية كلها، كان فرصة للقاء ان احنا يبقى في تجمع عربي كده، يمكن مش قادرين نحاول على الواقع السياسي يعني، لكن الفن قدر يعمل التجميع الحلوة دي. مبسوط جدا بالعمل وفرحان به، واتمنى يا رب ان شاء الله الناس تشوف عمل يعني يستحق ان الناس تشوفه ان شاء الله.